الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. مصطفى فوزي، إمام خطيب مسجد إبراهيم الخليل، منطقة عين الشوق. الحمد لله، كانت كان موضوع الخطبة هو موضوع توجيهي تكملة للخطبة اللي كانت في أول جمعة، باش الناس تزيد الاحتياطات ديالها نظرا للوباء اللي والحدة ديال الوباء اللي وصلت الآن في البلاد ديالنا الحبيبة. فالناس تزيد الوقاية وتزيد تأخذ بالأسباب وتزيد الاحتياطات ديالها، والناس باش ما تأديش، باش الإنسان المسلم ما يأديش الأخ ديالو المسلم، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا الحمد لله كانت بالمساعدة ديال الإخوان ديال الهلال الأحمر اللي ساعدونا في التنظيم ديال المصلين والتوعية ديالهم والمساعدة ديالهم وتوزيع بعض الكمامات وهذا المحلول ديال الوقائي. فالحمد لله مرت الأمور بسلام، وستكون إن شاء الله جمعة عن جمعة غيتزاد هاد الجودة ديال الخدمات إن شاء الله.